صباح الخير يا بي. النهارده هناخد رقم 11. فالاول قبل ما ناخد رقم 11 لازم الاول نراجع الارقام اللي احنا اخدناها مع بعض الترم الاول. يلا بينا مع بعض. اول رقم معانا كان رقم كام؟ 1. برافو. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. طيب دي الارقام احنا خدنا كام؟ رقم 10. دي الارقام اللي احنا اخدناها مع بعض الترم الاول. احنا الترم ده هناخد ارقام جديده، واول رقم معانا في الارقام الجديده هو رقم 11. طيب رقم 11 دوت عنده قصه. ايه قصته؟ ان عندنا رقم واحد صاحبنا الحلو ده قال انا عايز العب مع الارقام دي كلها، فقال انا مش هعرف العب مع الارقام كلها مع بعض، لازم العب مع رقم. فراح شايف رقم واحد زي بالظبط وراح واقف جنبه، قال له ممكن العب معاك؟ قال له يلا بينا نلعب. قال له بس قبل ما نلعب لازم نسمي نفسنا باسم. قعدوا يفكروا، فسموا نفسهم اسم 11. سموا نفسهم ايه؟ 11. تاني 11. يبقى رقم 11 هو واحد وجنبه واحد، يبقى ده رقم كام؟ 11. طيب يبقى بعد رقم 10 رقم 11. يلا بينا نعد تاني مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يلا بينا دلوقتي مع بعض هنعد حاجات ونشوف هنعد صح ولا غلط. انا هنا معايا برتقال، يلا نعد معانا كام برتقاله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى احنا كده معانا كام برتقاله؟ 11. يلا نعدهم تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى احنا النهارده اخدنا رقم جديد وهو رقم 11، وقلنا بيتكتب ازاي؟ رقم واحد وجنبه رقم واحد تاني، يبقى ده رقم كام؟ 11.